الحشد اللي كنشوفو محمد علي موسى وهو حكم الساحة معية عبد العزيز يعقوب ديال النادي ايضا مستويات فوسينية المساعدة الثاني والحكم الرابع فهو محمد الحويدري من المغرب. هنا المنتخب الموريتاني يدخل لمقابلة اليوم بالاسماء الاتية: رقم 16 نياسي بكر، رقم 3 علي عبيد، رقم 5 هنالك لامين با، 6 كوسوما فوفانا، 8 محسن بودا، رقم 10 ايدي ساتيام، رقم 14 المشاركة من جانب محمد ديلايلي وهو عميد المنتخب الموريتاني، 28 عمر نقوم، 10 ايدي ساتيام، 19 سيدي امار بونا. وايضا المحاولة من الخط الامامي، فرصة ارتجالية ساب صغير كيحاول نقدر نقول هذه التاتا بن صغير كيدخل داخل منطقة الجزاء كيحاول ما امكن انه يبحث عن المنفذ. تصويبة رحيمي، لاعبان منسجمان حاضران على مستوى الخط الامامي. هنا الجهة اليسرى محاولة لحق بهذه الكرة، كيرفع العين ديالو كيختار تمريرة امامية، تنفيذ حكيم زياش كيرفع كرة قائم ثاني رأسية الوقت اللي بكر جل يسرى عن طريق عطية الله كيرفع كرة داخل منطقة الجزاء والحارس في المساندة الهجومية. حارس يسلم الكرة تعبت أمامية بهذا الشكل جات عند أسامة يسرى الآن طلعها ديال إلياس، إلياس من صغير يحاول التغيير اللي كان كيبحث على المرور قليل من الحد كان كيبدا الزاوية. إذا إبراهيم دياز كيرفع كرة داخل منطقة الجزاء لو يوصل الكرة ديالو بعد هذه الكرة من يحيى عطية الله أمامية صوبة رحيمي في الخط الأمامي تاسكيس أمام جوج ديال اللاعبين وفي آخر المطاف كيحصل منطقة الجزاء طول قامة ديال أمير ريشاردسون فرصة جيدة بهذه الكيفيه من امير شارسون والمتابعه هنا في اخر حكيمي كيرجع كره ديالو عند بونو كفوزي رجاء رئيس جمعيه الملكيه المغربيه كره القدم الكره ديالو المطوله صوب حكيم زياش ولكن ما كملاتش منطقه الجزاء رجع كره ديالو خلف صوب رحيمي رحيمي تمريره ديالو رفع كره ديالو صوب رحيمي رحيمي دخل داخل منطقه الجزاء فرصه امام الياس بن صغير صوب يحيى عطيه ثلاث تمريره عرضيه فرصه داخل منطقه الجزاء المغربي الياس كيمر امام جوج ديال اللاعبين كيراوغ كيدخل داخل منطقه الجزاء ولكن عرضيه ابراهيم حاول كاينين كاين بحث كاين بحث من الياس بن صغير تمريره داخل منطقه الجزاء محاوله واحدة من الفرص اللي أتيحت سيري شرف داري مغربي إبراهيم يحاول ينسل أمام مجموعة اللاعبين فرصة ديال هذه هنا أيضا تدخل واضح واضح إذا ننتظر سوسانة في اللقاء حكيمي حكيم زياش الفاس الأخيرة شرف حكيمي كيتقدم شرف حكيمي وممتازة داخل منطقة الجزاء يرفع كرة داخل منطقة الجزاء صوبة رحيمي رأسية من الدفاع تمريرة صوب رحيمي حاول ينسل العملية الماضية نشوف هنا كيف جات هذه حكيم زياش معروفة كرة حكيم زياش كاين في الكرة داخل منطقة الجزاء الحارس منتخب الموريتاني حضرنا الرجل اليسرى موبال كلتا اليدين لإزاحة خطر من قام بالمراوغة فرصة داخل منطقة الجزاء محاولة جيدة كورتو المراوغة الآن كينطلق كينسير من الجهة اليسرى يحاول يمر كين خطر إبراهيم كيتا لاحظوا التدخل إبراهيم كيرفع كرة داخل منطقة الجزاء بهذه الكيف تنفاد يسلم من الجهة اليمنى عملية هجومية الطريقة ديالو في المراوغة محاولة ديال الدخول داخل منطقة الجزاء كتلعب كرة مرة ثانية من الجهة اليمنى ابراهيم كرة اخذ ورد مع حكيم زياش كيرفع كرة داخل منطقة الجزاء كرة داخل منطقة الجزاء حكيم زياش رحيمي او حكيم زياش كيصوب ولكن تنفذ تحت المتمم الكرة ممتازة مقصية هوائية بدل كيدي رياض وبعد ذلك غاب عن المقابلة الأولى العملية ديال الهجومية كيبحث عن الحلول كترجع كرة لتكون من جانب بول ديال حكيم زياش قام تمويه جيد تمريرة داخل منطقة الجزاء المنتخب الوطني المغربي حكيمي حاول يرفع كرة ديالو ويحصل على زاوية تعبت كرة داخل منطقة الجزاء راسية وكيرتقي بشكل نحو منطقة الجزاء تمريرة ديال يحيى عطية طلع تغطية دخول داخل منطقة الجزاء محاولة ديال رحيمي تمريرة قلت على انه لو انها مرت حكيم زياش كيرفع الكره ديالو تمرير ابراهيم حكيم زياش صويبه هكذا محاولات